انعرفت اخت الرجال لاني انسانة جدعة وعندي مواقف بطولية كتير تجاه المستضعفين اللي ما عندهم قوي ياخد لهم حقهم. اما عدم ابراز انوثتي فهو شفقة عليكم انتو بس النسوان يلي حفيانين عند حكم التجميل تتبينوا حالكم انكم انتو واو حلوين كتير خلقت الله وانتو تلات ارباعكم تركيب قبل كلكم صورتو تركيب. شفقة عليكم بس، وإلا لو بدي ابرز انوثتي ما بخلي ولا وحدة لا مع جوزة ولا مع حبيبة ولا مع صاحبة، بتتلقوا كلكم. اظهر عليكم شمس العرب الليدي سمارة، اصلا الشمس لما بتطلع ما في حدا بيقدر يغطيها، بس شفقة عليكم بس، لذلك مش حابة ابرز انوثتي.